السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبه نستعين. جيناكم اليوم يا شباب بفيديو جديد أنبوكسينج. هذا يمكن أول مرة أسوي فيديو بالطريقة هذه عندي في القناة، وإن شاء الله تجينا فرص كمان في المستقبل نسوي فيديوهات بالطريقة هذه. اليوم السبونسر حقنا لوجيتك. طبعا لازم أوضح إنه السبونسر هذا ما هو دافع عشان أسوي الفيديو، فقط أرسل المنتجات هذه عشان نشوفها وعشان نعطي لها، يعني عشان نشوفها مع بعض كذا أول مرة، وعشان نعطي لها ريفيو إن شاء الله صادق وصريح عن انطباعي عن المنتجات هذه. طبعا المنتجات هذه متعلقة حبتين بليغ اوف ليجندز، بما انه احنا قناة متخصصة في ليغ اوف ليجندز، فخلينا نشوفها مع بعض. خليني اسحب البوكس. طبعا البوكس زي ما جاني شباب، انا بطلعه بفتحه معاكم، وهذا البوكس. طبعا سيت اب جميل جدا عندي. هذه يعني اللي يحب يعرف ايش هذه الجليف حق ترينكتون. بحاول اكون كوميدي شويه، بس باين الكوميديا طالعه من عيوني يعني في كل الحالات. هذه سكينه تقطيع الانبوكسينج حقي بالنسبه لي، عشان بس تكونوا كلكم عارفين. خليني نفتح. ياي البوكس زي ما انتم شايفين كبير حبتين علي. اخيرا فك يا اخواني، واو، اخيرا طلعنا البوكس. من جوا البوكس وخلينا نركز على المحتويات الجميلة. طبعا البوكس زي ما انتم شايفين كذا بوكس كامل بيس، في اللوجو الجميل حق ليج اوف ليجندز. انترستين، هنا حقت ليج اوف ليجندز اهو شايفينها. واول ما اشوف البوكس نشوف لوسيان العظيم. وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم نشوف الحاجات الجميلة هذه اللي موجودة في البوكس. فلما نطالع فيها كذا كصورة واحدة نلاقي لوسيان، نلاقي جارين، هنلاقي كيبورد، شايف سماعة، وفي نفس الوقت ماوس. خلينا نشوفها مع بعض. بيتوين وايرلس، نفكها مع بعض شوية ونشوف. في نفس الوقت عندنا البرو اكس سماعة برضو زي ما قلنا كلها من لوجيتك، برو جي 50. انترستنج، انا ماني عارف صراحة هل هي وايرلس ولا وايرد. لما نفكها نشوفها مع بعض. ات ذا سيم تايم عندي هذه لايك ليج اوف ليجندز ستيكرز. واي نوت، لا طبعا كلها مرتبطه بالجي الجي حقت لوجيتك، برضه ليج اوف ليجندز. ات ذا سيم تايم انا شايف، طبعا انا صراحه ما قد استخدمت لوجيتك كيبورد، بس ام لوكينج فورورد شكلها لوجيتك براون تكتايل، طبعا برضه ميكانيكال كيبورد. ات ذا سيم تايم زي ما قلنا هذه اللي هي الماوس باد اكس لارج، اظنها من الماوس بادز الكبيره هذه، تاخذ مساحه كامله، مساحه الشاشه كامله او مساحه الديسك كامل. خلينا نشوفهم، نفكهم كلهم مع بعض واحده وناخذ انطباع اولي بسيط. خلينا نفك الماوس اول. لايت سبيد هيرو 25K ابيرنتلي اتس الهيرو برو وايرلس 80 جرام. طبعا انا يعني من محبين لوجيتك عامه في المايس. انا عندي الجي 502 الهيرو برضو، بس ال 502 انا يعني في اخر 6 سنين صراحه، او اخر 4 5 سنين من حياتي كانت كلها يعني ما ابدل من ال 502 لل 502 اللي بعدها في كل الحالات. هذه المفروض انه اتس سمول ابجريد من الماوس هذه، وفي نفس الوقت وايرلس. خلينا ليتس سي ات مع بعض نشوفها. لا يعني لا يخفى صراحة عني يعني علي بالنسبة لي الليبلينج الجميل هذا، وفكرة انهم حاطين ترش في الماوس. هذه الماوس يا اخواني اهو لونها، عاملينه كده لون رمادي اصفر طبعا جي، وات ذا سيم تايم كاتبين عليها نيو يا ولد ليج اوف ليجندز. اتس فيري نايس. حاطين فيها الكفر هذا على اساس بروتكتر. الميزه يعني او الشيء الواضح والصريح فيها مقارنه، يعني لما نشيل اثنين هذول مع بعض مره خفيفه لابعد الحدود. طبعا 80 جرام عاملين فيها،
و at the same time it looks like very يعني a very straightforward mouse. أنا شايف إنه فيها القدرة على إنه بما إنه بطارية يعني عشان بما إنها وايرلس أكيد البطارية حقتها بطريقة أو أخرى شحن. ممكن يبغى لها هذا محل البطارية بلاش بطارية شحن يعني. وهذه محل البطارية اللي لازم نشوف كيف يفتح. Interesting. ما أدري إذا جات معها بطارية ولا لا. Actually, let's see. Actually, yes. البوكس جاي فيه إكسترا اللي هو طبعا هذا الدونجل أو الواير اللي نحط في الجهاز على أساس يحولها وايرلس. At the same time في نفس الوقت يمكن هذا عشان يقفل الدونجل. وأيضا جاء معها السلك. يمكن السلك هذا يعطيك الكيبابلية الخاصية إنه أنت تشبكها تلعب بيها وهي مشبوكة. Interesting. عندك الطريقتين تقدر تلعب بيها وهي واصلة أو هي مشبوكة أو تقدر تلعب بيها وهي وايرلس. الشيء الوحيد اللي ماني ملاحظه سو فار البطارية هذه شحن ولا يبغى لها بطارية بحد ذاتها. وفي نفس الوقت هل البطارية هذه يبغى لها شحن تنشحن ولا تقدر تجيب بطارية عادية بسيطة وتلعب بيها. gonna check it out. نشوف box. طيب في كل الحالات زي ما انتم شايفين يا شباب في عندي الماوس جاء الكفر حق ال I think البطارية ماني متأكد what's in it. طبعا لو صار هذه تقدر لو صار هذه الصغيرة تنشال apparently حتى هذه الأوصال تنشال أو أنا شايف في الجهة الثانية برضو في what seems يعني كأنه كليكابل بس ما هو كليكابل وينشال. يعني أكيد لها استخدام أنا ما يحضرني حاليا. بنفس الوقت هذه الأوصال اللي تخرج جاي لها spare parts يعني تقدر تبدلها في حالة خربت أو ضاعت أو انكسرت. طبعا حجرب الشغلات هذه كلها إن شاء الله وحنزل فيديو آخر في المستقبل يعني وجهة نظري عن الشغلات هذه. طبعا apparently الفكرة في الحاجات اللي في اليمين هذه أو اللي بدل هنا للناس اللي تبى تلعب بالماوس باليسار. أنا شايف في شرح للناس اللي تلعب ماوس باليمين وباليسار عشان تغير محلها. بس أنا مبدئيا أظن يعني هذه أقدر أشيلها في جهة تانية عشان ألعب بها في جهة تانية. مبدئيا الماوس إلى حد ما يعني صراحة قلت لكم من وزنها جدا خفيف يعني هذا الشيء الأساس اللي فاجأني. وفكرة أنه تقدر تلعب بيها رايت هاند وليفت هاند is fine. أنا من الناس اللي أحب ألعب بكلو هاند يسميها يعني أنواع الناس اللي تلعب بالماوس يا يكون فالم يكون ماسك الماوس يده نايم عليها على طول بكل الحالات. أنا مش منهم. أنا من الناس اللي مو ألعب بالماوس كذا ألعب بالماوس يدي أو هنا يدي ما هي لامسة في الماوس بس اليدين أو الأصابع هذه كذا يعني ماسك عليها من فوق. فبالنسبة لي كclaw mouse I think it is kind of fine مبدئيا مقارنة بالماوس الثانية حقتي. يمكن الGO5 كان بالنسبة لي فيها ميزة صغيرة إنه فيها الريست حق اليد هذا هنا اللي ما هو موجود هنا حاليا. بس من 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 واقع تجربة هجرب الماوس هذه جديدة ونشوف هل هي فعلا مريحة على المدى الطويل والاستخدام يعني المستمر. وهذا للي بعده خلينا نشوف المنتج اللي بعده. حنطالع في الكيبورد اللي هو برضو زي ما انت شايفين برو لوجيتك برو. اليوم الثيم ابيرنتلي عندنا زي ما شفنا الماوس كانت برو ونفس الشيء دحين عندنا الكيبورد برو. الفكرة فيها انه هي ميكانيكال كيبورد والميزة فيها انه فيها اللي هو البراون تكستايل. طبعا اللي يعرف الميكانيكال كيبورد الضغطات حقتها ضغطات ميكانيكال معروفة طبعا تختلف انواع الضغطات في شيء صوته عالي في شيء صوته واطي. البراون صراحة ما يحضرني هل هو من الضغطات اللي صوتها مرة عالية او واطية. حنجربها مع بعض ونشوف هل هو صوتها. انا عارف في كثير منكم صراحة مريض يحب ما يقدر يتحرك ما يقدر يلعب إلا هو سامع الطنطنة في إذنه عشان ينطرب على قولكم. أو لما تشوف أحد يلعب بدالك تحب ضروري إنه يعني تشوف ستريمات حقتهم تحب وتسمعوهم تسمعوا الطقطقة حقتهم تنطربوا. أنا مش من الناس هذولا. أنا من الناس اللي أحب
يعني تكون الكيبورد حقتي صوتها واطي، او اتليست بالنسبه لي حتى لو كيبورد حقتي صوتها عالي انا متعود عليها، بس لما اتفرج على احد لازم اتفرج عليه وما في صوت كيبورد، ضروري بالنسبه لي. خلينا نشوف الكيبورد الجميل هذا. طبعا اول شيء يعني اقدر شايفه على طول مباشره انه الكيبورد هذا مقارنه بالكيبورد الثانيه حقتي اللي كانت قبلها اوريدي اقصر واصغر، وماني عارف صراحه هل هذه ميزه ولا عيب. يعني الشيء الواضح والصريح فيها انه ما فيها النامباد، الناس اللي يحبوا يكون الكيبورد فيها نامباد ماني شايف النامباد. فإذا انت من الناس اللي تتحرك كثير والكيبورد تتحرك معك كثير، this is very good for you. إذا انت من الناس اللي عندك يعني جالس في البيت وتبغى الكيبورد ثابته، يمكن اذا انت يعني تحب النامباد يعني حتى تخلى عن النامباد. طبعا كيبورد هذه اول ما خرجت من البوكس جميله، يعني اللون حقها نفس اللون الرمادي اللي جاء في الماوس، نفس الفكره، شكله ماشيين على الثيم هذا اللي هو اللون الرمادي. وبرضه فوق شايفين ليج اوف ليجندز، طبعا اللمعه دحين باينه على اساس الغطاء حقها. خلينا نفكها من الغطاء ونطلعها، بسم الله الرحمن الرحيم، ونشوف الجمال الخلاب صراحه. يعني جميلة يعني أقل ما يقال فيها جميلة، اللون حقها جميل، الديزاين حقها جميل، حجمها مرة صغير، وأنا يعني سمعت برو بلايرز كثير يلعبوها، ولما أشوف يعني نسمع صوت الضغط يعني أكشلي مفلت، يعني صوت ما هي من الأصوات اللي هي مرة عالية، هي من الأصوات الواطية أكشلي، وهذا شيء أنا بالنسبة لي جدا جميل. أنا ما أحب الكيبورد اللي صوتها مرة عالي، ولما تضغط عليها برضو ما تحس في يعني ما تحس في بريشر على فوق يدف، على اساس انت لو تضغط عليها ضغطه بسيطه على طول تسمع الكلام وتطبق الكماند اللي انت تبغى تسويه. وفي نفس الوقت زي ما قلت لكم صوتها حبتين واطي، يعني يسعدني الكلام هذا. طبعا اكيد لما هتشبكها انا شايف انه في الخلفيه هنا زي الساند عشان تخليها بدل ما تخليها نازله مستقيمه تخليها يعني بدل ما تخليها ستريت تخليها في قاعده ماسكتها. وفي نفس الوقت صوتها ممتاز وحجمها ممتاز إلى حد ما. طبعا again في الفيديو القادم إن شاء الله اللي يكون فيه ريفيو على كل المنتجات هذه هنتكلم عنها بالتفصيل حبة حبة. جميلة يا شباب جميلة. شايف في بطن هنا حق برايتنس وبطن هنا ثاني ما أعرف إيش يسوي، حنشوفها إن شاء الله في المستقبل. وطبعا المحل الذي نشبك فيه السلك من فوق من هنا على أساس نورمالي تبغى السلك يجي من هنا ما تبغى يجي من يمين واليسار. يعني في كيبوردز تعاملت معها كان الأسلاك تيجي من اليمين واليسار، هذا بالنسبة لي حاليا أفضل. باين إنه لما تشغلها هيكون فيها لايتس. نجرب التجربة. طبعا البوكس جاء معه whatever المانيول، وجاء معها سلك بسيط اللي هو يعني السلك المتعلق منك تشبكها في الماشين. apparently برضو نفس الفكرة، يعني شايف نفس الفكرة حق السلك هذا شفته في مع الماوس اللي هو السلك اللي أرنه بقاعدة كده فكرة جديدة. أظن الفكرة من السلك هذا إنه هي تمسك ما تفصل. نشبكها ونشوف ألوانها. الناس يحب الكروم كولرز، ما أظن إنها كروم كولر بيست، بس نرى ونرى. أوه أكشلي كروم طلعت عيل. واو. من يوم ما تشغلها تشتغل فيها الكروم كولرز، هذا يطفي النور وهذا يشغل النور. هذا I still don't know what it does، بس الألوان فيها زي ما انتم شايفين كرومو، وأكيد البرنامج حق لوجيتك كلنا عارفينه يخليك تقدر تتحكم فيها تحكم كامل. نشوف يلا يا كاميراتي العزيزة، جميلة جدا يا إخواني. البطن هذا لسه إلى الآن ما نعرف، أظن بطن جويستيكس مرسوم عليه رسمة جويستيك، فما أدري بالضبط إيش يسوي، بس في كل الحالات تطفي تشغل وهكذا بحالك. جميلة 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 جميلة. I think أنا فعلا حجربها، حبدلها بدل الكيبورد اللي عندي حاليا وحشتغل عليها، برضو أعطيكم فكرة عنها في الفيديو القادم إن شاء الله. القطعة الأخرى يا إخواني بنفس البرو سيريز اسم هذه سماعة لوجيتك برو إكس، برضو بنفس الفكرة زي ما أنتوا شايفين البوكس في العزيزة اللطيفة آني وتيبرز نفس الثيم حق البرو جيمينج حق ليج اوف ليجندز. فيها كيبل
وفيها USB external sound card carrying bag في شنطة apparently هنشوف memory foam leather head يعني الفادز حقتها leather اللي هو جلد ما هي القماش and apparently الفكرة فيها sound isolating يعني تنفع للناس اللي يحبوا يقفلوا الصوت عن العالم الخارجي كليا خلينا نفكها وزي ما احنا شايفين تيجي بنفس الطريقة هذه طبعا باك صغيرة شايف سلك وايرلس شكلها برضو وايرلس يا اخوان or am I thinking خليني اتأكد ما هي وايرلس مدام ما هو مكتوب وايرلس فيستبعد انها تكون وايرلس حافظة صغيرة تجي فيها which is very good صراحة شيء مرة عجبني من يعني البوكس هذا كله صراحة الفكرة فيه الدورابيليتي والكواليتي حق المنتج اللي شايفها يعني كواليتي عجيبة طالع يا شباب طالع في الألوان نفس اللون الستركشر الإحساس فيها ليذر وليذر شكله من الليذر الفخم صراحة يعني أنا متفاجئ أنا صراحة متفاجئ يعني إلى الآن كل ما أمسك منتج المنتج اللي بعده يعني المنتج اللي قبله أفضل وأفضل ليذر من فوق وشايفين العلامة حقت برضو League of Legends محفورة حفر ال 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 الوصلة الذهبية هذه feels like metal حديد يا شباب ما هي بلاستيك غريب بالنسبة أول مرة أشوف حاجة بال يعني بالستردينس هذه الوصلة الزرقاء هذه برضو وصلة حديدية أو شبه حديدية وبعدين هنا هذه بلاستيك الزرقاء وبعدين السماعات نفسها اللي هي الجلد اللي تكلم عنه طبعا يمين يسار I like it okay sound isolating definitely sound isolating طبعا تقدر تمدد إيه تقدر تتمدد تتمدد من الأطراف هنا تقدر تمددها زي ما تبغى على أساس تسمع طبعا من يوم ما حطيتها باين إنه sound isolating تقفل الصوت اللي برا هل هذا شيء أنا أحبه ولا ما أحبه عادي يعتمد على settings حقي أنا جالس في البيت مثلاً هذه الحالي أنا أحب الأوبن أكوستيك اللي هو الصوت اللي هو تكون ما هي جلد تكون قماش بس إذا أنت في سيتنج زحمة وضغط حولك نفس الشيء يعني من جوا السماعات شكلها طبعاً it's definitely high quality ما فيها كلام I can feel it I can touch it مسكت سماعات صراحة كثيرة ما كانت الكواليتي حقتهم بكواليتي الإنتاج هذا أو لي فترة ما شفت حاجة بالذات من لوجيتك يعني إحنا متعودين من لوجيتك الحاجات البسيطة اللي باقي في البوكس اللي هو زي ما قلنا السلك الصغير هذا الظاهر هذا ينشبك أظنه هذا محول من USB لسلك السماعة خلينا نشوف نشوف الأسلاك اللي موجودة الله حلوا لي مشكلتي أنا يا عيال دوبني انتبهت لهذه هذه بادز اللي هو قماش تقدر تغير الباد من ليذر لقماش أنا كده انبسطت خلاص شكرا أنا راضي أنا كنت شوية متضايق إنه ما في إلا ليذر وأنا ما أحب الصوت اللي هو يكون مقفل في البيت أنا أقدر وتقدر تشيلها بكل بساطة زي ما أنتم شايفين بسهولة وتبدلها بالثانية هذه على طول وهذا حيكون يعني في الفترة اللي حجربها بيها حجرب الاثنين بس هذا حيكون استخدامها الأكبر بالنسبة لي أنا يعني أنا شخصيا أحب استخدامها وشيء جدا ممتاز أول مرة تجيني سماعة فيها الاثنين كلهم وهذا صراحة من الحاجات الجميلة بالنسبة لي بعدين جانا شنطة استخدام شنطة كأنها سفنجية كده I like الكواليتي حقتها قلت لكم يعني صراحة أتكلفوا الكواليتي حقت الحاجات اللي خارجة منها فيها أسلاك مختلفة الأسلاك هذه هذا سلك للمايك للآدم اللي بيستخدم عليها مايك أنا بما أنه عندي مايك خارجي ما حاستخدمه بس في كل الحالات برضو حنجربه عشان نشوف وجهة النظر وبعدين الدوك مجموعة أدابترز مختلفة عشان الاستخدامات المختلفة طبعا يعني كل واحد عنده جهاز مختلف السلك الواحد أدابتر عشان سلكين وفي نفس الوقت 1-to-1 اللي بيستخدمها على جوال أهو يعني جايبين لك اللي بيستخدمها على جوال يقدر اللي بيستخدمها لو مع السلك عشان USB إذا أنت ما عندك يعني محل للجهاز ما عندك إلا USB يصير تقدر تشبكها USB بعد ما تشبكها هنا دحين وصلت الفكرة أنه أوكي ما هي وايرلس وايرد لازم تخدم أسلاك معها بس في أعطوك مجموعة أسلاك مختلفة لطرق مختلفة لاستخدامات متعددة وهذا بالنسبة لي صراحة حاجة جدا ممتازة أي حد يبي يعطيني سماعات على أساس أقدر أستخدمها في كل الطرق هذه
جدا جميل، جدا أداء متميز خارج عن العادة والتوقع اللي أنا متعود فيه صراحة، أو متعود أو أنا يمكن خبرة قديم بلوجيتك، يعني الشغلات هذه لوجيتك عارفينها أول ما طلعوا بحاجات في الجيمينج كانت حاجات مديوكر، بدأوا دحين يخشوا في الجيمينج بطريقة جدا ممتازة، وبدأوا يطلعوا منتجات هاي عليها قيمة، وما زال اللون نفسه يعني هيخلوني أطقم ليج أوف ليجندز هنا يا عيال. ممتازين صراحة ممتازين. القطعة الأخيرة اللي جابولنا إياها اليوم ألا وهي الماوس باد، زي ما قلت لكم ماوس باد من الحجم الكبير اكس لارج، الويدث حقها 400 مليمتر والدبث حقها 900 مليمتر والثيكنس 3 مليمتر. اكشلي يعني الثيكنس حقها مش بطال. احنا الناس اللي يلعبوا ليج اوف ليجندز يحبوا الماوس باد تكون الحركة فوقها شوية سموث، ما نبغاها زي الناس اللي يلعبوا الاف بي اس جيمز اللي يبغى الحركة فيها مرة تقيلة عشان يمشي بشويش يخلي الدي بي اي حقه واطي، احنا نبغى الدي بي اي حقنا شوية عادي. فانيثينج ذات از فيري سموث ويل موف ات ويل ميك ات موف ريلي ويل. بس اتفق معايا وصله يعني قاعد يستهبل علي، بس في كل الحالات تزبط اخيرا اخيرا. ممتاز ممتاز. الله نو تكفى تكفى. اوكي ممتاز، يعني سويت قطعة صغيرة زعلتني صراحة، بس كل حالات الوصلة اللي فوق هذه تنفك على طول وتطلع ال قبلي صوت على البوكسات. والله البوكسز لحالها لو لحالها البوكس جدا جميل، والفكرة فيها والطباعة اللي يحط عليها جميلة، والكواليتي حقت الاوتبوت إلى الآن صراحة ما زالوا يبهرونا. وبعدين نشوف الشيء اللطيف هذا، ماي صغير والله، ورقة جات معها زي ما انتم شايفين يا اخواني حجمها يعني فعلا اكس لارج. الفكرة فيها انه ناخذ نكفر ال الديسك كامل وتقدر تحط الاستخدام. الدبت حقها صراحة عجبني من قدام مرة سموث، زي ما قلت لكم هذه الطريقة اللي نبغى نلعب فيها في ليج اوف ليجندز، يعني من فوق مرة سموث بغض النظر عن من ورا كيف، أهم شيء إنه هي مريحة للاستخدام وتقدر تحط عليها يدك من دون أي مشاكل. أنا من محبين الليدر بادز عامة أو الماوس بادز حقون لوجيتك، استخدمت صراحة من لوجيتك واستخدمت من أكثر شركة ثانية، بس لوجيتك بالنسبة لي من المنتجين جدا ممتازين للشغلات هذه، والزيادة اللي يخليني أنبسط زيادة حاليا اللي هو you are actually in the rift while you are in the rift. فبغض النظر عن انه السبونسر حق الفيديو اليوم هو لوجيتكس يا هو لوجيتك يا اخواني، او المنتجات هذه كلها منهم، وصحيح هذول المنتجات هذه ببلاش، بس انا صراحة مر مبسوط على الكواليتي اللي شايفها قدامي وابهروني اليوم، وهذا حاجة وهذه حاجة جدا مهمة بالنسبة لي. يعني كنت شايل هم اشوف المنتجات هذه استخدمها ما استخدمها على أساس هل حتنفعني أقدر أبدل الحاجات اللي عندي بيها وتصير حاجة كويسة كأديشن للكوليكشن حق المنتجات اللي عندي. وإلى حد ما يعني أنا متأكد إنه حاستخدم الشغلات هذه، وطبعا زي ما قلت لكم أستخدمها وحاجربها، بعد ما أجربها حاطيكم انطباعي عنها إن شاء الله في الأسابيع القليلة القادمة. وبكذا أظن خلصنا الأنبوكسينج اليوم، فتحنا زي ما شفتوا يا شباب بوكس من لوجيتكس في 4 منتجات، كل واحد أجمل من الثاني. أخذنا البرو وايرلس اللي هو الكيبورد، أخذنا برضو في نفس الوقت اللي هو البرو إكس السماعة الجميلة هذه اللي قلت لكم عليها، شايفين الماوس باد اللي تكلمنا عليها، وطبعا البرو جيمينج كيبورد. وكل المنتجات صراحة جميلة، يعني أنا يعني زي ما قلت لكم صراحة جميلة جدا بالنسبة لي، تفاجأت من الكواليتي حقتها، وخلينا نشوف كيف يأدوا معنا في الفترة القديمة. شكرا جزيلا على متابعتكم الجميلة والله، يعني وأتمنى تكونوا إن شاء الله شفتوا منتج أنبسطتوا منه وعجبكم، وإذا خرجكم يعني أهو تعطونا فرصة إن احنا نجرب ونقول لكم عليه، وإذا أنت عجبك تروح تأخذ المنتج هذا. والله يسعدكم جميعا وبالتوفيق. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.